محمد شاب قطري يعاني من فقدان السمع ولم يعرف متعة الاستماع للصوت طوال حياته. صديقه مراد الذي يعمل مترجماً للغة الإشارة يحضر مفاجأة رائعة له اليوم. بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني هذا العام، عملت أريدو بالتعاون مع كيوت سيركت لتمكين ذوي الإعاقة السمعية من الشعور بالموسيقى لأول مرة على الإطلاق، وذلك من خلال القميص الموسيقي الرائع. شبكة 5G من أريدو تثري حياة عملائنا الرقمية.